مشاهدينا، عندي لكم أبديت لحفل نانسي عجرم اللي بالفعل ما خذلت الفانس بحفلها الثاني الأونلاين، ومثل ما توقعنا الحفل كان جدا مبتكر. الحفل صدر ترند على تويتر السعودية بأكثر من 5000 تغريدة في أقل من ساعة بعد انتهاء الحفل بهاشتاج نانسي ماجيكال لايف شو وهاشتاج حفل نانسي تيك توك، والتفاعل كان جدا إيجابي، فالجمهور كان متفاجئ بالمستوى العالي للحفل اللي تم تقسيمه إلى 5 محاور أو بريكس، وفي كل بريك كانت تطل نانسي بلوك جديد وبديكور مختلف. على فكرة الأغاني توزيعها اختلف، أكيد مو بنفس التوزيع، أكيد مو بنفس التوزيع كانت. ففي أغنية شيخ الشباب كان في كورال، وأغنية أيضا يطبطب. نعم، الفرقة الموسيقية كانت مكونة من أطفال موهوبين، وأغنية زبط وخطط. أيوة، فكانت باستخدام آلات موسيقية جدا بدائية من الأدوات المعدنية، وفي أغنية في حاجات شفنا لوحة من الرقص التعبيري. طبعا هذا الاختيار جدا ذكي ياسين، او برايي انا، لان دوم نشوف الحفلات الاونلاين ما يكون فيها جمهور، فممكن يمل الواحد يوم يشوف على السوشيال ميديا. لازم يكون في حركه، لازم يكون في تغيير، مو مثل الحفلات اللي يكون فيها جمهور، الجمهور يكون موجود يحس يتفاعل. فهذه الفكره كانت جدا قويه وجدا مبتكره، وتغيير الإعداد وتوزيع هذه الأغاني صدق يعني واضح أنه ماخذ جهد، كان في إبداع جدا كبير يعني في إنتاج هذا الحفل.